لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في الهيئة تؤكد أن سياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني تعد جريمة حرب. في صحيفة المدى، قيادات الدعوة تخفق في تقريب وجهات النظر بين قائمتي العبادي والمالكي وإعلان تحالف موحد. كتابات تجريف النخيل مستمر، العراق يتحول من مصدر للتمور إلى مستورد لها. الجزيرة نت، بعد 16 عاما في الحكم أردوغان عليه ديون. في العربي الجديد، العراق حراك أربيل يمهد لتوزيع الرئاسات والمناصب بسلة واحدة. في القدس العربي، لأول مرة منذ 30 شهرا وزير إسرائيلي يقتحم الأقصى. وفي صحيفة الحياة، علاوي، الانتخابات العراقية مهزلة كبيرة وجريمة. السلام عليكم. بين الحين والآخر، كلما قفزت علينا أزمة سياسية هددت أحزاب السلطة بالعودة إلى المربع الأول، علما أن المواطنين يجهلون ماهية هذا المربع وما يحتويه من قضايا هذا المربع، وأيضا هم يجهلون ما يلي هذا المربع من مربعات الأحزاب التي حكمت العراق واستأثرت بالسلطة. فالأحداث منذ اليوم الأول لانطلاق العملية السياسية في العراق ما بعد 2003 هي ذاتها تحمل معاناة مواطن وإهمال سلطة. بالتالي فالجميع يعلم أننا نعيش في دوامة مربع واحد يحمل في طياته كل الأزمات والمشاكل والمعضلات ومفاهيم أخرى شوهت العملية السياسية والديمقراطية برمتها، بحسب الكاتب أثير ناظم الجاسور في مقال بصحيفة المدى حملت عنوان المربع الصفر. في كل أربع سنوات من عمر السلطتين التشريعية والتنفيذية نبدأ بقياس درجات النجاح والفشل من خلال ما تقدمه هاتان السلطتان، ابتداء من امتيازات أعضائها وانتهاء بالمعاناة التي تمر على المواطن في كل تفاصيل حياته. وأيضا نجد ذات الأدوات والآليات التي لا تسعف أي طرف أن يخرج من أزماته ومشاكله، وتحمل العراق ما لا يستطيع، لا لشيء سوى أن الصراع الدائر على السلطة ينسي من في السلطة في أي مربع هو. فكل المعطيات تبين أن العراق لا يزال يراوح في مكانه ويخسر كل يوم بمقدار ما لا يستطيع أحد تعويضه في المستقبل سياسياً واقتصادياً. فبعد أن تم خلق عملية سياسية مشوهة مدعومة بدستور عليه المئات من علامات الاستفهام، يحاول من يحاول اليوم تصحيح المسار والخروج بأقل الخسائر، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي على الأقل بسبب وجود أرضية هشة بنيت عليها أسس العملية السياسية منذ أوامر الحاكم المدني بول بريمر وقانون إدارة الدولة، لغاية القرارات العبثية والعشوائية التي تصدر اليوم والتي أغلبها تبديد بالأموال واستحقاقات مدعومة بالفساد. ونحن نعيش أجواء تشكيل الحكومة والحديث عن الكتلة الأكبر ومن سيكون بالحكومة وما يقابله بالمعارضة، تقفز علينا من جديد سيناريوهات إعادة الكتل الطائفية إلى الساحة التي لا نستطيع التخلص منها، لأنها وببساطة واقع سياسي واجتماعي لا يمكن الخلاص منه. اليوم تعود ذات الاحتمالات من أن يكون الشيعة بكتلة منفردين والسنة يسيرون على ذات النهج، فبين إيران وتركيا تترنح العملية السياسية معلنة عدم قدرة أحزابها على أن يكون لهم قرارهم العراقي، وبين تركيا وإيران يبقى قرار الحصص والمحاصصة هو أساس العمل السياسي في العراق وتحكم الخارج بالداخل. وهذا الصراع التركي الإيراني ذو العمق التاريخي لا يقف عند حدود تشكيل الحكومة ودعم هذه الكتلة أم تلك،
بل القادم سيبين مدى قدرة هاتين الدولتين على رسم خرائط جديدة للمنطقة ستوضح موضع العراق وما له وما عليه، مع ضعف احتمال أن يكون له دور في تقرير مصيره. ليس سراً أن وسائل الإعلام العراقية لم تنجح رغم حجم الأموال التي أهدرت فيها وسنوات التجريب والصراع التي من المفترض أنها راكمت خبراتها في إنتاج تجربة إعلامية قادرة على تجاوز حدود مكوناتها الاجتماعية، ناهيك عن حدود البلد نفسه، بحسب الكاتب مشرق عباس في الحياة اللندنية. وإذا أخذنا في الحسبان أن العراق يمتلك خبرات إعلامية كفوءة ومدربة في شكل صحيح تم نحتها بمواجهة سعار سياسي واضطراب أمني وارتباك اجتماعي متواصل، فإن الحديث عن العجز الإعلامي في العراق وما يثيره من إشكاليات على مستوى بناء الوعي وتكريس رؤية التعايش وتحفيز القدرات وتطويرها يحيل إلى عوامل أخرى، من بينها غياب الناشر أو المستثمر المدرك لمدايات الإعلام وأهدافه وآلياته، فوسيلة الإعلام مشروع ملحق في الغالب بمشروعات سياسية وليست مشروعا أصيلا. لكن الغريب أن السوق العراقي نفسه الذي يعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة بسبب حاجاته المتعددة وغياب قوانين الرقابة فيه لم يدفع الشركات العالمية الكبيرة إلى الترويج فيه لتشكل بدورها عامل دعم يمكن أن يحرر الإعلام من سطوة المال الحزبي بنسب معينة. الأغرب أن تلك الدولة العراقية الملزمة دستورياً برعاية وسائل الإعلام لم تعر أهمية تذكر لتطبيق بند الإعلانات الملزم في عقود الشركات الكبيرة التي تدخل السوق العراقية على مستوى التجارة أو الاستثمار. إن المطلوب في هذه اللحظة أن يضغط الوسط الإعلامي العراقي لتطبيق قوانين حماية المستهلك بالنسبة للبضائع المستوردة، وأن ينال السوق الإعلاني العراقي حصته من هذه القوانين بما يشمل حتى وضع شروط للإعلانات الموجهة إلى العراق، كما أن عليه الضغط على الدولة لمراقبة وتطبيق الشروط الترويجية في العقود المبرمة مع الشركات العاملة في العراق، وكذلك مع المصارف والشركات الخدمية والمصانع المحلية، ناهيك عن مؤسسات الدولة نفسها التي ألغت نشاط الإعلانات من خريطتها. الأكراد سيضعون شروطاً مقابل الاشتراك في الحكومة المقبلة، في مقدمتها حل جميع المشاكل العالقة مع وجود توجه لحسم مسألة تولي الرئاسات الثلاث وبقية المناصب التنفيذية في سلة واحدة لضمان عدم تخلي أي طرف عن الاتفاق في حال حصوله على حصته من المناصب، وذلك في مفاوضات أربيل بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. بعد فشلها في تحقيق نصاب الكتلة البرلمانية الكبرى والبالغ 165 عضواً في البرلمان العراقي الذي يبلغ عدد أعضائه 328 نائباً، وجهت كتل سياسية شيعية فائزة في الانتخابات التشريعية العراقية بوصلتها باتجاه قوى إقليم كردستان، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود البرزاني، في مؤشر على أن أحزاب بغداد ما زالت تؤمن بأن أي تحالف لا يمكن أن يكتمل من دون الأكراد، والذين أثبت الواقع أنهم كانوا وما زالوا بيضة قبان العملية السياسية. ولعل هذا ما دفع وفدي تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون للتوجه إلى أربيل قاصدين البرزاني لتمهيد أجواء انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة. ويتزامن ذلك مع أنباء عن قرب توجه قوى سنية أيضاً إلى أربيل، وسط معلومات عن وجود توجه للتفاوض بشأن الرئاسات الثلاث والمناصب الحكومية في سلة واحدة. يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية نحو كردستان من أجل كسب ود الأحزاب الكردية التي رفعت سقف مطالبها مقابل الموافقة على الاشتراك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
الحكومة الجديدة لا يمكن أن تنبثق من دون اتفاق شامل يتم من خلال توزيع جميع المناصب المهمة بشكل يرضي جميع الأطراف بحسب الصحيفة. مع القاتل أم مع المقتول؟ يبدو أن الكرامة والعدالة والإنسانية لا تهم أحداً من قادة أوروبا، وأن المصالح والمنافع والمكاسب وحساب الربح والخسارة فوق كل اعتبار بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال بصحيفة العرب اللندنية. يبدو أن الكرامة والعدالة والإنسانية لا تهم أحداً من قادة أوروبا، وأن المصالح والمنافع والمكاسب وحساب الربح والخسارة فوق كل اعتبار وأشرف من كل شرف وأكرم من كل عدل وقانون، فقد وضعوا أخيراً أيديهم في أيدي الروس والصينيين، وأعلنوا أنهم مع النظام الإيراني في نزاعه مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، برغم كل ما كانوا يعرفونه سابقاً وما عرفوه لاحقاً عن سلوكه الإرهابي الذي كانوا هم من ضحاياه الأوليين. من بين 11 هدفاً أعلن وزراء خارجية روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عزمهم على تحقيقها استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين، رغم أن إدارة ترامب طلبت من جميع الدول إيقاف وارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من نوفمبر المقبل، وهددت جميع الشركات التي ستتعامل مع إيران بعد ذلك التأريخ بشمولها بتلك العقوبات. معنى هذا أن أي حكومة تستطيع أن تقتل بالجملة والمفرد، وأن تغتصب وتحرق وتفجر وتنهب، ثم تجد لها من يقف معها ضد العدالة والحق والقانون، ويقتل معها أهل بيتها وأهل بيوت جيرانها. الأوروبيون الذين كثيراً ما انتظرنا ديمقراطيتهم وسلامهم وعدالتهم لتعاقب القاتل وتنصف المقتول، تبين لنا أن ضمائرهم حين يجد الجد مع الظالم وضد المظلوم ومع السارق وضد المسروق، وشرف لديهم لا قياس له إلا بما يدخل في جيوبهم من مال. وهنا نتساءل، ألا يحق للعراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين والبحرينيين والفلسطينيين الذين أحرق خامنئي وأعوانه ومستشاروه قلوبهم وأرواحهم وأجسادهم وخربوا بيوتهم ونهبوا أموالهم وجففوا أنهارهم وسمموا أهواءهم وعطلوا حياتهم، أن يقولوا لزعماء أوروبا إن النظام الذي تعاونوه وتؤيدوه وتخوضون معه حروبه ضد شعبه وضدنا؟ أهلا بكم في دويلات الطوائف اللبنانية، هكذا عنوان الكاتب أياد أبو شقرة مقالته في شرق الأوسط، حيث أن قلة من المتابعين تصدق أن الوضع في لبنان سليم، وأقل من هؤلاء يرون أن البلد يظل إلى حد ما يتمتع بحصانة داخلية تقيه مخاطر الوضع الإقليمي غير المشجع للحقيقة التي لا يود بعض اللبنانيين الاعتراف بها، أن البلد في أزمة عميقة ما عادت تستطيع تغييبها مناورات السياسيين أو اللقاءات الصحفية الرئاسية. أزمتا المسيحيين والسنة الذين يشكلون مع الشيعة الكتل الطائفية الأكبر عدداً في لبنان، والذين يتقاسمون مع الشيعة الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة، يقابلهما تكتل شيعي يبدو حتى الآن متماسكاً بعدما خدمته كثيراً ممارساته الداخلية ودعمه أكثر المشروع الإيراني التوسعي الإقليمي. وهذا ما هو جلي اليوم بعد اقتراب محنة سوريا من النهاية التي عمل من أجلها كل الذين وقفوا ضد انتفاضة شعبها ووحدتها الوطنية. التزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما قلبا وقالبا بالتحالف مع إيران ضد حلفاء واشنطن التقليديين كان خيارا مهما جدا على الصعيد الاستراتيجي، لا سيما أن أوباما حكم لفترتين رئاسيتين بنى خلالهما قناعاته على أسس أيديولوجية قاطعة، ومن ثم فإن 8 سنوات من الدعم الأمريكي المستتر لنظام طهران والتغاضي المتعمد عن تجاوزاته وأطماعه ومشاريعه التي أخذ ينفذها بالأسلحة التقليدية قبل أن يكمل ترسانته النووية ليست بالمسألة البسيطة.
في لبنان أضحى حزب الله الذي هو القوة الوحيدة على الساحة اللبنانية التي تحتفظ بسلاحها خارج سلطة الدولة العمود الفقري للدولة، ذلك أنه بفضل حصرية سلاحه المسكوت عنه دولياً استطاع فرض مرشحه لرئاسة الجمهورية وفرض قانون الانتخابات الذي يريده لإجراء الانتخابات البرلمانية على أساسه، وهو اليوم الجهة الممسكة بملف النزوح السوري بعدما كان الجهة المتسببة به نتيجة تدخله العسكري لقمع الانتفاضة السورية. خلال الأيام القليلة الماضية شرع المسؤولون الأتراك في طليعتهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الحديث عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بحسب الكاتب علي حسين باكير في مقال عن الوضع التركي في موقع عربي 21. من المتوقع أن يؤدي إلغاء حالة الطوارئ إلى إزالة حالة التشنج والقلق التي قد تكون سائدة في المجتمع، لكن من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم التعامل بعد ذلك مع الحالات التي كانت تصنف تحت إطار متابعة تصفية الانقلابيين أو أولئك التابعين إلى فتح الله جولان، وهل ستتوقف مثل هذه العمليات تماماً أم سيتم تعويض الإمكانيات التي أتاحها قانون الطوارئ بمراسيم رئاسية جديدة يمتلك رئيس الجمهورية أحقية إصدارها. أما الموضوع الثاني فيتعلق بالتشكيلة الحكومية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية بعيد انتهائه من أدائه لليمين الدستورية، والخطاب الرئاسي الذي من المنتظر أن يلقيه في حفل الاستقبال الضخم الذي سيقيمه في المجمع الرئاسي مساء يوم الاثنين المقبل، استناداً إلى التصريحات التي أدلى بها أردوغان، فإن الحكومة المقبلة ستتشكل من أفراد من خارج حزب العدالة والتنمية، وكما فهم من التصريح فإن أعضاء الحكومة المقبلة سيكونون من التكنوقراط، وهو طرح يحمل معه معاني إيجابية أيضاً. ويضيف الكاتب أن العلاقة مع الولايات المتحدة بدأت تتحسن، حيث يتم مؤخراً التركيز على النقاط الإيجابية في تصريحات المسؤولين لدى الطرفين، وهو مؤشر جيد من دون شك، لكن دونه تحديات كبرى تحتاج إلى ما هو أكبر من التصريحات للتغلب عليها. طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة سيكون لها تأثير كبير على الجانب التركي سلباً أو إيجاباً على السياسة الخارجية وعلى الوضع الاقتصادي، ومن دون شك على العمليات العسكرية الخارجية بحسب الكاتب. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. طور باحثون أمريكيون روبوتاً أعمى يمكنه أن يتسلق سلالم ويتجاوز العقبات والطرق غير الممهدة والصخور دون مساعدة الكاميرات أو أجهزة الاستشعار البصرية. الروبوت الجديد طوره باحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وسيعرض أمام المؤتمر الدولي للروبوتات الذكية في الفترة من الأول إلى الخامس من أكتوبر تشرين الأول المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد. وأوضح الباحثون أن هذا الروبوت الذي يطلق عليه اسم الفه الثلاثة يمكنه القفز عبر التضاريس الوعرة وتسلق درج ممتلئ بالحطام، وسرعان ما يستعيد توازنه عندما يسقط. ويبلغ وزن الروبوت 90 رطلا، وهو بحجم كلب من سلالة لابرادو كامل النمو، وتم تصميمه ليعمل دون الاعتماد على الكاميرات أو أي مستشعرات بيئية خارجية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.